بينا نعمل هيك تيست انا وياك نشوف مثلا مين لا تعال نعمل كباش. كباش شو بدك بالدمبلز؟ بدك تجيب شو عامل شو محضرين ليه؟ الكباش هاي بنعملها بس ما يكون في برودكشن ما تقول ايه بس انه لا ما يعني لا اول شيء ايدك ما تفكر هالقد بالكباش قويه يعني. طيب نحن جايبين لك بلاستيك لك وحديد لإلي. ايه عرفتي هلا انت مش رح تحملي رح تعملي بلاستيك انا بحمل الحديد. اديب بدنا نعزبك رافي ساعد اديب لانه هيدي لحالك بتفتق. ايه احسن يا مسهل اديب. ايه لا اديب بعدك بتحمل؟ بدهم ايه بعده بيحمل بدهم تحداكي بالدمبلز لنشوف عضلاتك كيف شو عامله هون حتى لانه مش عادي. تفضلي شو رايك بس ليه محسسني انه كانه واحد شيء غلط يشتغل على جسمه ويكون مقسم مقطع جسمه؟ لا بس بدي اشوف اذا انت وين الشيء الغلط؟ لا هون اسم الله عليكي ليكي طب يعني انا مش طالعه معي سبورتيف بالعكس هذا الشيء كثير حلو. طيب هات لنشوف شو بتحب تبلش. لا ما تقول لي لا انا لا 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 اكثر من ثلاثه ما بستعمل 2 كيلو 2 خفيف لا لا هلا سبعة يلا على التلفزيون وحده 2 وحده 3 شو بدك ايه بتصير لو لا لا 3 هدي 3 اوكي بس بدنا نشوف مين يعني بتعرف شو انا هون انا ما بتقل ما في اكثر من 15 كيلو كارول ايه بدنا نشوف ناخذ نفس البوز من هونيك اوكي بايسبس ترايس شو بدك بدنا نوقف مثل البوز تبعك هونيك ومين بيقلب قبل اوكي 1 نفس البوز 1 2 3 اي يلا بنعيدها طيب يلا 1 2 3 يا لا لا هيك بدك تضلك مثل الصورة مثل الصورة ما بضاين بدك كأنه واقفين بجبال اعطوني الميكرو دخيلكم بدك كأنه واقفين بجبال يا الله لا بس شطوره ما بك شيء يعني انا ولا ما بتقل بس انه فلش عروقك انت ما بتعمل سبور كثير بلا بلا بس هاي الوقفه هيك طب انت ما عرفت بعد جبت لك كادو لا بس بكير للكادو هلا بكير رح ناخذ بريك ايه لانه حلقتنا طويله اوكي وانا صار لازم فوت على التواليت بريك بنرجع كارول كيفك انت والتليفون بتحكي كثير ايه؟ ما كثير قد ايه انا؟ يعني ليك واحد قبل ما يجيب ولاد بيحكي كثير، بعد ولاد ما عندك وقت تحكي مظبوط صراحة كثير اوف قد ايه قد ايه كنت تطلع فاتورتك يعني؟ كان تخيل انه تليفون بالزيت مش انا بدفعه فاتوره التليفون المصري مش انا بدفعه انا بدفع فاتوره التليفون اللبناني يلي هو ما عم تستعمليها هلا مؤخرا هلا مش كثير هلا على فاتوره التليفون المصري على يعني يلي ما بيعرف رقم كارول هو 03 0 0 0 0 0 0 والسوشيال ميديا تبعك يعني مثلا مثل التويتر انت بتهتمي فيه؟ انا شخصيا بكتب على تويتر بس الفيسبوك طبعا فان بيج في حدا مسؤول عنها في شركه اللي هي فاين لاب وكمان انستغرام انا شخصيا بكتب عليهم بس انا بتعرف عادل يعني بزعل اوقات على بعض الفنانين بيستهلكوا السوشيال ميديا بطريقه كثير صارت مضحكه يعني عن جد ما بقى في كنترول واحد لازم ينتبه شو بيحط تمام. شو ما بيحط ما هالقد يستنزف حاله يعني على السوشيال ميديا 100% هذا موضوع فظيع تعال نقلي انا وياك فيه انه شو قصه هذا انه انا هلا بدي نام صباح على خير انا هلا وعيت قبل مش معقول يعني لحظه انا وغافي اجاني شيء لا وهلا اجاك السناب شات هيدي خربت الدنيا على الاخر ابدا بحس هذا السوشيال ميديا الوحيد اللي صورناها بالبرومو انا وياك صورناها ايه انت بتعرف ما خليت ولا بلاتفورم ما عملنا عليها صور بس ليه ما بتحبي سناب شات؟ ما بعرف بحسها انه في استبدلها بالانستغرام يعني طالما اذا فيني صور شيء فيديوهات على انستغرام ليه بدي ما بدك سكرتير يقعد يصور لك ويحط لك صار كل وقتنا ماخوذ انه صور فيديو وحط والشركه اللي مستلمه السوشيال ميديا عندي لا صار لك يومين ما حطيت شيء جديد يا جماعه انا عم بعمل هالشيء لوظف شغلي مش لحط عن حياتي البيرسونال يعني مزبوط. بس العالم كله ماشي بهيدي